حسين يا غريب وابكيا بالطف مذبوحا على الترب رضيضا لم أمرضه فأسلو لا ولا كان مريضا. هذه الأبيات تنسب للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها حينما تنعى ولدها الحسين. الحسين، وما هذا الاسم العظيم يا أحبتي. انطلقوا معه في ركبه يوم غادر المدينة المنورة، كان عند قبر جده رسول الله. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح. ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. وإذا به يسمع صوت من داخل القبر، حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء. إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا. فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغين. فينطلق الحسين من مدينة جده رسول الله في الليل البهيم، ويخرج معه أهل بيته، ويأتي إلى مكة المكرمة، ويصل مكة يوم 3 من شعبان، يوم ولادته، في حين خرج من المدينة يوم مبعث جده رسول الله، يوم 27 رجب، يوم المبعث. يوم المبعث غادر المدينة، ويوم مولده الشريف دخل مكة المكرمة، ويوم التروية خرج من مكة بعد أن جاءته عشرات الألوف من الكتب أهل الكوفة ومن مناطق أخرى. أقدم إلينا يا ابن رسول الله، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقدم على جند لك مجندة. ويجري في الطريق ويقول: أيها الناس، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. يبين ملامح السيرتين المصطفى والمرتضى، ثم يقول: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر. وهل تركوه هكذا؟ حاصروه بالصحراء، ملأوا الصحراء مسالح ورجال وخيال وجيوش لمحاصرة الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله، ومعه أولاده وبناته وأخواته وبنات رسول الله، أطفال صغار مع الحسين، رقية عمرها 3 سنوات مع الحسين، بنو هاشم هذا البيت الطاهر الذي كان يخدمهم جبرائيل. وإذا تضيق الدنيا على ابن محمد من كل مكان. خرج الحسين من المدينة خائف على دينه، وإلا هو أخذ الطريق الأعظم بأبي وأمي. في وضح النهار صار يمشي، وقيل له: تنكب الطريق، قال: لا والله لا أتركه، حتى تبين أنه خرج كما خرج موسى.